قال رئيس مجلس محافظي المصارف المصرفية المركزية ومؤسسات النقد العربي أيمن بن محمد بن سعود السياري إن توقعات صندوق النقد الدولي تشير إلى أنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنحو 3.2 خلال هذا العام. وأضاف السياري أنه من المتوقع تراجع معدل التضخم العالمي من 6.7% في عام 2023 إلى 5.94% في عامي 2024 و2025. تشير توقعات صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير الصادر في يوليو من 2024 إلى أنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنحو 3.2% خلال هذا العام ونحو 3.3% للعام القادم، حيث تعكس هذه التوقعات تحسن في النشاط الاقتصادي، كما أنه من المتوقع أن يتراجع معدل التضخم العالمي من 6.7% في عام 2023 إلى 5.9 و4% على التوالي للعامي 2024 و2025.